اسمع، المرة دي مش هسكت لو قابلتها تاني وحبلك البوليس. هي مين بس؟ بتستعبط؟ الملاقات بتاعك. انا حبلغ البوليس وحوديكوا في 60 دهنة. ليه كده بس؟ صحابك واتفقنا ملناش دعوة بيهم. سيبينا بقى نلقط رزقنا. هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ أنا عايز أفهم حاجة واحدة، أنت بتسرق ليه؟ فلوس وهتاخد 5000 جنيه، عايز إيه تاني؟ المسألة مش مسألة فلوس، مسألة هواية، مزاج.